مرحبا بمشاهدين هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من قصة الحياة. سنتكلم اليوم عن الانقراض. الانقراض موضوع مهم جدا في قصة الحياة، لأن الانقراض هو جزء من التطور وجزء من قصة التطور، لأن أو قصة الحياة، لأن التغير هو الذي يدفع بالحياة أن تتغير لتستطيع أن تتكيف مع الظروف المتغيرة. نفس التغير هذا يسبب أيضا الانقراض، ولهذا من مهم جدا أن يكون عدة حوادث من الانقراض، وهذا فعلا ما نراه في السجل التاريخي أو السجل الحفريات. أول انقراض كان تقريبا 444 مليون سنة مضت، تقريبا 68% من الكائنات ماتت. في هذه المرحلة كانت هناك فقط كائنات تعيش في البحر، لا يوجد كائنات حية في البر. لم يعرف بالضبط كيف حدث هذا الانقراض، لكن هناك نظرية تقول الجبال التي ارتفعت في ذلك الوقت هي الأباليتشن. هذه الجبال عندما ارتفعت عن مستوى سطح البحر، النظرية تقول أنه تم مص ثاني أكسيد الكربون من الجو إلى من هذه الصخور، وسببت برودة شديدة في الكوكب الأرض، وهذا هو سبب موت هذه الكائنات الحية. الانقراض الذي حدث بعد ذلك في السجل موجود، هو انقراض حدث 375 مليون سنة، أي تقريبا 75 مليون سنة بعد الانقراض الأول. والنظرية تقول أن النباتات التي انتقلت من البحر إلى اليابسة في ذلك الوقت كانت أولى الحيوانات أو أولى الكائنات الحية، ليست حيوانات، أولى كانت الحية التي انتقلت إلى اليابسة. فالنظرية تقول أن هذه النباتات التي انتقلت إلى اليابسة، في جذور هذه النباتات قد يكون هناك كثير من الطحالب التي انتشرت بشكل كبير على جذور هذه النباتات التي تصل إلى الماء أو المحيطات القريبة من اليابسة. وهذه الطحالب انتشارها بشكل غير طبيعي أدى إلى مص الأكسجين من الماء، وسبب موت الخلايا الأحياء الموجودة هناك، طبعا بسبب عدم وجود الأكسجين. هذه أيضا نظرية، لكن ممكن يعني ممكن هناك نشاهد هناك دلائل. فمثلا الصخور في ذلك الوقت نراها قليل، هناك نسبة الأكسجين فيها قليل جدا، وهذا هو الاستنتاج. الانقراض الثالث هو الانقراض الكبير، وتقريبا 251 مليون سنة، وتقريبا 96% من السبيشيز أو من الأحياء ماتت. وهذا هو أسوأ انقراض حدث في الأرض لحد الآن. مما نعرفه من الصخور أن نسبة ثاني أكسيد الكربون والميثين ارتفعت بشكل كبير في الجو، مما أدى إلى حرارة شديدة، وهذه الحرارة أدت إلى ازدياد حماضية البحر. وازدياد حماضية البحر وهي الأسيدك في الأوشن
هو الذي يؤدي إلى قتل الأحياء. الشيء المثير أن الكورال ريف وهي ما أعتقد ما نسميه في العرب في العربية المرجان تقريبا مات أو انتهى كل الكورال ريفز في ذلك الوقت، وبعد هذا الاكستنشن رجع الكورال ريف ليتطور مرة أخرى. فالمرجان الذي نشاهده الآن هو المرجان الذي تطور بعد هذه الحادثة. طبعا نحن في هذا الوقت نحن أيضا نمضي إلى نفس النتيجة بازدياد الحرارة في الجو نتيجة لزيادة ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثين. طبعا غاز الميثين ممكن أن يطلع من الفولكينوز، من البراكين، من العيون الكبريتية. إذا كان هناك بركان هائل أو ما يسمى بسوبر فولكينو مثل الذي موجود الآن في يلوستون ناشونال بارك في أمريكا، وهناك عدة براكين في آيسلند، فهذه البراكين فوهة البركان شيء لا يصدق، يعني تقريبا 40 ميل أو مما يعادل تقريبا 100 كيلومتر فقط فوهة البركان، فيسمى بسوبر فولكينو. وهذه البراكين إذا ما ثارت، ونحن نعرف من السجل الحفريات أن البركان الموجود في يلوستون قد ثار عدة مرات، صور 3 مرات، وحتى نستطيع أن نحدد فوهة البركان عندما ثار في ذلك الوقت. ثورة هذه البراكين أيضا تسبب بخروج غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان، والذي هما غازات تعمل مثل سد حراري في الغلاف الجوي، فكل حرارة الشمس عندما تدخل إلى الأرض وتشع عندما تنعكس من الأرض كأنما هذه الغازات تمنع الحرارة من الخروج مرة ثانية إلى الجو، وهذا هو ولهذا تسمى بغازات يسمى بالبيت الزجاجي أو glass house gases، لأن هذه الغازات تحتفظ بالحرارة، تسبب الأرض باحتفاظها بالحرارة. فهذا هو كان أخطر، كما ذكرنا، أخطر انقراض مرت به الأرض في التاريخ. الانقراض الذي بعده حدث هو تقريبا 200 مليون سنة. هذا الانقراض قتل تقريبا 80% من الكائنات الحية، لكن يعتبر انقراض غامض جدا، بحيث لا نعرف، لا يوجد أدلة كثيرة على تغير في الصخور، على تغير الكيميكالز الموجودة في الصخور في ذلك الوقت، فلا يعرفون بالضبط لماذا حصل هذا الانقراض، لماذا ماتت كل هذه الأحياء. ربما العلم سيتوصل في يوم ما إلى معرفته. هناك نظريات لكنها نظريات ضعيفة، فأحب أن لا أذكر شيء إذا لم يكن مؤكدا بشكل علمي. الانقراض الأخير الذي حصل هو الانقراض المشهور الذي قتل الديناصورات، وهو الذي حصل تقريبا 66 مليون سنة ماضية. تقريبا 76% من السبيشيز، كما نلاحظ هذا أقل نسبة من السبيشيز ماتت في ذلك الوقت، والذي حدث بسبب النيزك الذي ارتطم بالأرض في منطقة اليوكاتان في خليج المكسيك. هناك عدة ثوابت، عدة أدلة تثبت أنه كان هناك نيزك سقط في ذلك المكان. سقوط النيزك أدى إلى حرارة شديدة وغبار شديد ارتفع إلى الجو وغطى الأرض بشكل كامل، فتغطية الغبار أدى إلى منع ضوء الشمس وأدى إلى موت
العديد من النباتات والحيوانات التي تتغذى على النباتات، ومن ثم الحيوانات التي تتغذى على الحيوانات. طبعا نسبة النبات الذي أو الأحياء الذي ماتت نسبة 76%، فطبعا كان هناك سيرفايفرز أو كائنات حية نجت من هذه، ومن ضمنها حيوان صغير جدا هو يعتبر أول لبائن الذي اكتشفت عظامه منذ ذلك الوقت. فعرفنا أنها أن نجاة هذا الحيوان هو الذي أدى إلى بروز اللبائن كحيوانات أو كعائلة مسيطرة تماما على كوكب الأرض، بعد أن كانت الديناصورات وهي زواحف وليست لبائن، حتى يعني مختلفة تماما عن اللبائن، كانت هي المسيطرة تماما على الأرض. الشيء المثير في هذه في معرفة هذه الأحداث أننا نعرف أنه سيحدث انقراض في المستقبل. هناك عدة أسباب لحدوث الانقراض، وممكن أن تكون من نفس الأسباب التي أدت إلى الانقراضات السابقة. نحن نعرف أن عندما ترتفع حرارة جو الأرض يحصل الانقراض، لأن الحرارة العالية تسبب تحميض مياه المحيط، وتحميض مياه المحيط يسبب إلى قتل الأحياء، لا تستطيع أن تتحمل الأسيديتي الموجودة في المحيط، حتى الإنسان لا يستطيع أن يتحملها. فعندما تبدأ عندما تبدأ الكائنات الحية بالموت، طبعا إذا ماتت النباتات يعني مثل chain reaction، الحيوانات تتغذى عليها تموت، والحيوانات تتغذى على الحيوانات تموت أيضا. فهذا سبب، ونحن الآن نتجه إلى واحد من هذه الفترات التي ترتفع فيها درجة حرارة الأرض. طبعا ارتفاع درجة حرارة الأرض يتم بشكل بطيء جدا، تحتاج لفترة طويلة حتى تصل إلى مرحلة خطرة جدا وتؤثر على الأحياء، لكنها تحدث. نحن نقيس حرارة الأرض ونلاحظ الحرارة زادت عن 100 سنة ماضية. السبب الثاني هو سقوط النيازك، حدثت بالفعل قبل 66 مليون سنة، ونعرف أنها ستحدث يوما ما. الشيء الذي هناك عدة دلائل على حدوث هذه الظاهرة الطبيعية، وهي نيزك كبير يخرق جو الأرض ويسقط في أي مكان في الأرض، لكن النيزك الصغيرة وهي دائما موجودة، طبعا دائما تسقط على الأرض، تحترق عندما دخولها المجال الجوي. النيزك الكبير هو عادة يكون نيزك بكبر تقريبا 40 كيلومتر ميبي المحيط. يقولون أن النيزك الذي قتل الديناصورات كان بحجم منهاتن في نيويورك، وهي لا أتذكر، لكن تقريبا 40-50 كيلومتر المحيط. فحجم نيزك كهذا ممكن أن يسبب في انقراض كبير. هناك أيضا دليل واضح أن الشمس والمجموعة الكونية، عفوا المجموعة الشمسية، طبعا البلانتس الكواكب، الشمس تتأرجح في دورانها حول مركز المجرة، وهو البلاك هول، الثقب الأسود المشهور الكبير الموجود في مركز المجرة. فالشمس تدور حول مركز المجرة وتدور بشكل تتأرجح في الدوران، فكلما ترتفع وتنزل هذه الحركة أتصور تأخذ ملايين السنين لتكتمل، يعني بالنسبة إلى عمرنا هي شيء طويل جدا. لكن الشمس حسب ما أتذكر لحد الآن تقريبا 29 و30 مرة ارتفعت ونزلت. هذا الارتفاع والنزول، هناك
نظرية تقول أنه عندما تصل إلى مكان معين من هذا المسار، هناك كثير من النجوم الموجودة في مكان معين، وهذه النجوم تغير من الديناميكية الجاذبية بين النجوم وبين الشمس. التغير بديناميكية هذه الجاذبيات بين، لأنه كل نجم له جاذبية عظيمة، حتى ممكن أن يؤثر على النجم حتى لو كان بعيد طبعا، لكن لحد الآن تأثير ضعيف جدا. أقرب نجم لنا هو تقريبا 4 سنين ضوئية، هذا يعني هذا مسافة خيالية. لكن عندما تذهب الشمس إلى مكان معين بالمسار، ممكن أن تقترب أكثر من النجوم حولها، وكلما تقترب أكثر كلما طبعا قوة الجاذبية بين النجمين تزيد. هناك آلاف من النيازك، وهي بين كوكب المريخ، وهي المجموعة الصغيرة، نهاية المجموعة الصغيرة من الكواكب، والمشتري وهو المجموعة الكبيرة من الكواكب. فهناك عديد آلاف من النيازك التي تدور حول الشمس خارج مدار المريخ. هذه النيازك هي التي واحد منها أو عديد منها سوف يتحرك نتيجة هذه الجاذبية، التغير الجاذبية بين الشمس وبين النجوم القريبة. كلما يتغير، كلما يتحرك واحد من هذه النيازك، طبعا هناك احتمال أنه يصطدم بالأرض. السبب أنه لا نرى مثلا مئات من النيازك تصطدم بالأرض كل سنة مثلا، الكبيرة طبعا ليست صغيرة، لأنه وجود المشتري وهو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، المشتري عادة يجذب بجاذبيته هذه النيازك، فحتى لو تحركت عندما تدور حول الشمس وترجع تقترب من المشتري، تنتهي إلى الدوران حول المشتري واصطدامها داخل المشتري. فهناك نظرية أخرى تقول كثير من النيازك التي تحركت وبفعل هذه التغيرات الجاذبية تنتهي باصطدامها بالمشتري، لأن المشتري هو كوكب كبير وجاذبيته قوية جدا. لكن نعرف أنها ستحدث، لأنها الأرض دائما توجد آثار النيازك الكبيرة اصطدامها. هناك موقع مشهور في أريزونا، جنوب أريزونا، وتقريبا فوهة النيزك تقريبا 1 mile الفوهة. النيزك قدر بحجم صغير جدا، شيء مثل 5 kilometers أو something أصغر حتى القطر، لكن سبب فوهة عظيمة. طبعا هذا النيزك إذا سقط في مدينة ممكن أن يمحي نصف هذه المدينة من الحرارة والغبار إلى غير ذلك. إذن هذه هذا الدليلين على أن الانقراض سيحدث. هناك أيضا دليل ثالث وهو نهاية عمر الشمس. الشمس نعرف أنه مثلما نلاحظ مثلما نراقب النجوم الأخرى، الشمس ستنتهي حياتها بأنها ستكبر، ستنتفخ، وتزيد الحرارة تزيد بشكل exponential. وتقدير هناك تقدير يقول أن الشمس سوف حجمها سيزيد أو هالتها ستزيد إلى أن تحجب الأرض، يعني تضم الأرض. ما دام الأرض دخلت في داخل هالة الشمس، يعني كل شيء سوف يذوب من الحرارة ويتحلل إلى المواد الأولية. هذه نظرية. نظرية أخرى تقول الشمس ستكبر لكنها لن تصل الأرض طبعا، بس في ذلك الوقت الأرض تكون حرارتها عالية جدا، لا يمكن لأي كائنات حية أن تعيش. ففي الحالتين أن الحياة ستنتهي في ذلك الوقت. هذا الكلام
سيحدث بعد تقريبا 3 بلايين سنة. فهناك وقت طويل إلى أن يحدث، لكنه سيحدث. فهناك عدة نظريات، وهناك نظريات أخرى يعني ليس هناك دليل مادي علمي عليها، مثلا أن الإنسان هو الذي سيسبب انقراض جنسه مثلا، يعني إما يكون في بغباء شديد بحيث استعمال الأسلحة النووية، أو يكون بجينيتك ميوتيشن، أو بمرض معين، أو بفيروس، أو شيء معين يسبب، أو تغير بالظروف الأرض قد يسبب إلى نشوء فيروس جديد يمحي البشر كلهم. طبعا هذا ممكن يحدث لأنه حدث سابقا لعدة كائنات حية. هناك نظرية تقول لا يوجد species، يعني نوعية من الكائنات الحية عاشت أكثر من 1,000,000 سنة. كل السبيشيز الذي أتت وانقرضت عاشت أقل من 1,000,000 سنة. فالإنسان ليس باستثناء، يعني هو فقط نحن واحد من هذه السبيشيز الموجودة التي تعيش على الأرض. لكن ليس هناك دليل علمي، نحن لا نعرف ماذا سيحدث في المستقبل. قد يتطور الإنسان إلى مرحلة معينة بحيث يستطيع أن يخرج إلى الفضاء ويسكن في كواكب أخرى، لا أحد يعرف. هذا ما أردت أن أقوله اليوم، موضوع شيق جدا، الانقراض وعودة الحياة بعد الانقراض. هذا شيء عظيم وموضوع يعني أنا سأضع الكتب التي قرأتها في هذا الموضوع. شيء مثير أن الحياة دائما ترجع وتتطور مرة أخرى، وممكن أن تسير بنفس خطوط التطور، لأن الظروف رجعت كما هي، أو أن الظروف رجعت لكن بشكل مختلف بشكل بسيط، فنلاحظ أن الحياة اتخذت خطوط جديدة مثل ما حصل في تطور الديناصورات وهي زواحف، لكن بعد انقراضها نلاحظ أن اللبائن هي التي انتشرت في الأرض وتقريبا سيطرت على الموارد الموجودة في الأرض. الفكرة النهائية التي دائما أفكر فيها أن الحياة بدأت بخلية واحدة وهي البكتيريا، والبكتيريا عاشت يعني تقريبا 3 بلايين سنة أو 4 بلايين سنة، ثم جاءت هذه الكائنات الحية المعقدة. طبعا حرارة الأرض ستزيد بشكل بسيط وبطيء، عفوا، لأن حرارة الشمس تزيد بشكل بطيء، ف الحياة ستنقرض أو الحياة المعقدة ستنقرض ربما بعد 1.5 بليون إلى 1.5 بليون سنة، لأن حرارة الأرض ستكون عالية بدرجة أن الكائنات المعقدة لا تستطيع أن تعيش. فالشيء الوحيد الذي سيبقى في الأرض من الحياة هو أيضا البكتيريا، فالبكتيريا ستبقى آخر 1 إلى 1.5 بليون سنة ثم ستنتهي لأن حرارة الشمس ستكون عالية جدا. فالحياة تبدأ ببكتيريا ثم تتطور إلى خلايا معقدة، ويأتي الإنسان، الكون يفكر بنفسه، يفكر وينظر إلى داخله، ثم ينتهي هذا، ثم نعود إلى البكتيريا بشكل البسيط، الحياة البسيطة وأحادية الخلية، ثم تنتهي هذه القصة. هذه القصة قد تحدث في عدة كواكب، في عدة أقمار سيستمز للنجوم عفوا، وقد تكون تتكرر قصة، قد تتكرر في كل لحظة، لكن هذه القصة التي نعرفها، هذه القصة التي ممكن أن نحكيها لنعرف من أين جئنا وإلى أين نذهب. شكرا لكم، وإلى حلقة قادمة.